السلام عليكم. طبعا انا شباب اليوم في معنا قطعه الاندرويد اللي هي من اول بوكس، بنجربها على هيلوكس 2021. طبعا هذه هيلوكس 2021، هذه الشاشه الوكاله شغاله معنا، هذا اليوتيوب شغال معنا ما شاء الله. الان بنمشي في اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله شغاله. نرجع هنا نشوف فيديوهات اللي هنا، ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا الفيديوهات شغالة معنا، الصوت شغال معنا، كل شيء شغال ما شاء الله تبارك الله كما تلاحظ الوضوح. طبعا هذه شاشة الوكالة، هذه قطعة الاندرويد تم تركيبها. الان بنخرج من اليوتيوب ونشوف ايش القائمة اللي عندنا. طبعا كما تلاحظوا هنا الواي فاي، هنا في عندنا عدة قوائم، عدة خيارات، هنا حتى المتجر، كل شيء موجود. الآن بنجرب خريطة جوجل ماب، سوي تخطي، شوف الموقع حقتنا بيطلع معنا على طول. فعل الموقع بس، موافق، الآن قاعد أحمل الموقع، خلاص هذا هو الموقع حقتنا. طبعا بهذه الطريقة، إذا عندكم أبل أي شاشات مسجلة سيارات، عندكم الغرابي، هذا محلنا طبعا، هذا الغرابي. كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. هذا الموقع طبعا نبحث على اي مكان ونروح له على طول، يحدد لنا الاتجاهات، الاتجاه نحو اليمين، الاتجاه نحو اليسار، يحدد لنا كل شيء. طبعا ما شاء الله تبارك الله، هذه قطعة الاندرويد شفتوها الان. طبعا رام 2، ذاكرة 32، اصدار 10، طبعا اخر اصدار في الاندرويد. طبعا اي شاشة زي هذا الشاشة، اي سيارة مركب عليها نفس الشاشة هذه، حتى الفورشنال على ما اظن نفس الشاشة، يركب عليها قطعة الاندرويد وتحولها الى اندرويد. طبعا الاهم شيء في الشاشة انه يكون موجود عندنا ابل كاربلي. طبعا هنا رجعنا القيمة الرئيسية، في هنا حتى عندنا زر رجوع، نرجع للقطعة من هنا من ابل كاربلي، وهنا عندنا الخيارات حقت الرجوع هنا داخل القطعة. نفس الطريقة من هنا نقدر نرجع للقيمة الرئيسية، للشاشة الرئيسية، هذه القيمة الرئيسية، هذا الابل كاربلي. هذا هو ابل كاربلي طبعا، شفتوا واضح. الرجال اشترك في القناة متابعة كل جديد، اخوكم ابو